مشاهدين أهلا بكم في فقرة جديدة من قرآنيات. في سورة البقرة بيقول كده: ويقتلون النبيين بغير حق أو بغير الحق. إيه ده؟ هو المفروض إن النبيين يتقتلوا بالحق؟ ده كلام كان على اليهود. طب مين النبيين اللي اتقتلوا بغير الحق؟ يا ريت نعرف الكلام ده من الاخ مالك. اهلا بك يا اخ مالك. اهلا بك اخت فرحه. فعلا مثل ما خبرت المشاهد في سوره البقره الايه 61 بتقول الايه: ويقتلون النبيين بغير حق. رحنا على التفاسير نشوف ما هي من هم النبيين الذين قتلوا بحق او بغير حق. المفسرين ليس لديهم أسماء أبدا، لا حق ولا بغير حق، فقط لدينا اسم واحد ذكره الجلالين، يقول أن منهم يوحنا المعمدان، أو يقول يحيى بن زكريا أي يوحنا المعمدان. تخيلي أن في خلط تاريخي، يعني الآية توجه اتهاما لليهود، هذا الاتهام لا يمكن إثباته لأنه حقيقة لم يحدث أساسا. يعني فمن جهة أولى أن في عملية تزييف للحقيقة التاريخية. أخي مالك لما يقول يقتلون النبيين بغير الحق يبقى المفروض عندهم كذا نبي اتقتل. نعم. لكن هم ما بيسردوش إلا شخص واحد، إزاي فين الدقة بأنه يقول نبيين وهو نبي واحد؟ لا، حسب المصادر الإسلامية طبعا. طبعا هو تحريف، حتى يوحنا المعمدان ما كان معاصر لموسى الفترة اللي بتتحدث عنها. بالضبط كده. أساسا في تحريف سواء على الصعيد الآية أو تحريف واتهامات مجحفة حتى على صعيد التفاسير. أيوة. يبقى مين النبيين اللي اتقتلوا في عصر موسى؟ لا بحق ولا بغير حق، المصادر لا تعرف. على فرض ذكرت المصادر أسماء النبيين فهي اتهام مجحف، لأنه لا يوجد مقابله في التاريخ، يعني تصرفات مشابهة قاموا بها اليهود أولا. ثانيا الآية بحد ذاتها مثل ما تفضلتي في المداخلة، أن يعني كيف يقتل نبي بحق أو بغير حق؟ في حال يعني قلنا ويقتلون النبيين بغير حق، كأن في احتمال أن سمت قتلا للنبيين بحق. هذا التناقض مضحك، الشخص اللي بيقرأ بوعي رح يلاقي حاله أني ما له فهمان الآية شو تقصد. فسألنا جردي على المفسرين عسى ولعل يقدموا لنا تفسير شافي. اتفضل. لاحظنا أني ولا مفسر يعني حاول يقرب على هالناحية، باستثناء كتاب المحرر الوجيز بيقول على شكل التالي: بغير الحق تعظيم للشنع والذنب الذي أتوه، ومعلوم أنه لا يقتل نبي بحق، ولكن من حيث قد يتخيل متخيل ذلك وجها هذا الأمر عشان شيء. فصرح قولي بغير الحق عن شنأة الذنب ووضوحه. بصراحة أنا قريت الجملة مرتين وثلاثة لأفهم يعني شو يقصد بها، ومعلوم أنه لا يقتل نبي بحق ولكنهم حيث قد يتخيل متخيل لذلك وجها، تقريبا يعني ما وصل للنتيجة. فكأني يعني أخذنا وغرقنا في بحار اللغة. هو غرقنا ليه تفتكر؟ لأنه هو عنده مشكلة، لأن في مشكلة. أولا فين النبيين اللي اتقتلوا أيام موسى؟ دي نمرة واحد. وإذا كانوا ذكروا يحيى بن زكريا، يحيى بن زكريا ما كانش أيام موسى طبعا. وإذا كان هو يحيى بن زكريا بس يبقى جمع نبيين ليه؟ يعني شخص بيرمي تهم على الناس علشان يحشد الكراهية ضدهم. هاي نقطة. والنقطة الثانية كمان، حتى لما بيحشد الكراهية ضدهم هو بيحشدها بطريقة ساذجة، يعني كان يكفي أن يتهمهم بقتل النبيين، هذا بحد ذاته اتهام كافي للتحريض، ولكن يضيف للتحريض جمل تتسم يعني بالسذاجة اللغوية: بغير حق، أنت تقتل بريئا بغير حق. تخيل يعني بالضبط. دي نقطة. طب وليه ما يتقالش بين قوسين ويقتل النبيين بغير حق؟ يقصد المسيح عيسى ويحيى ابن زكريا، فعلى أقل هتبقى شكلها كويس إنها جاية مع النبيين مش واحد بس، ولا دي هتحطه في مأزق إضافي بإن لا وما صلبوه وما قتلوه لكن شبه لهم. فهنا في أخي المشاهد في مأزق في القرآن، أرجوكم فكروا فيه
وتعالوا نشوف في فقرة جديدة من قرآنيات. شكرا أخي ماجد.